يا هلا فيكم من جديد. طبعا وصلنا لفقرة المن ستايلينج، ويمكن من أهم القطع اللي لازم تكون موجودة في خزانة كل رجل وحتى عند كل سيدة هو الجينز أكيد، واللي أوقات نحتار لمن نختارها لأنها القطعة الوحيدة اللي مو لازم نتبع فيها الموضة ولكن لازم نتبع فيها أشكال أجسامنا وإيش اللي يليق عليها. اليوم رح أكيد نقدم لكم خطوات سهلة تساعدكم على اختيار الجينز المناسب لشكل أجسامكم. فمعنا أحمد، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يا هلا فيك. حلو هذا الستايل الدينيم اون دينيم زي ما يقولوا. فول دينيم اليوم. فول دينيم. تعرف شيء، أنا موضوع اختيار الجينز المناسب جدا مهم، لأنه في ناس يكونوا نحاف بس لما يلبسوا الجينز الغلط كذا تطلع أشياء كذا، يعني يصير فيه. نحن إجمالا يعني وقت نروح نعمل شوبينج وننقي الجينز يمكن ما بنفكر بالشيبس، بنفكر بس اللون، مثلا بدي جينز فاتح او اللون او صح. جينز غامق او الستايل المقطع ولا البلين صح. ولا هو لازم وقت واحد يعمل شوبينج للجينز اهم شغله انه يقيسه للجينز، مش مثل عم يشتري تي شيرت مثلا. فكلنا بعتقد حتى انت يمكن مينيمو عندك 10 جينزات ويمكن اللي بتلبسيهم 2 او 3 صح صح، لانه هدول بتكوني معوده عليهم وقصتهم بتناسبك بالضبط وتكون مريحه. ايه. طب خلينا نتكلم على انواع الجينز. اوكي، هلا في كذا نوع للجينز. نحن هون اليوم لخصناهم يعني تقريبا كل البراندات عالميا شو الستايلز. عندك اول شيء النوع الجينز اللي بيجي احكيك فيهم من الكبير حجما لاصغر شيء. خذ راحتك. اوكي. في اول شيء اللي بيجي ريلاكست، يعني بيجي لوس مريح، يعني هو حسب اسمه بيجي القصة الجينز من فوق لتحت. هذا هذا للبنات يسموه البوي فريند جينز. ايه نحن ما عندنا نحن سو هذا بيجي من فوق لتحت بيجي واسع. أوكي. يعني الكات هاي من فوق لتحت بتناسب مثلا واحد اذا كان شوي قماشته. اوكي حلو. yeah. القماش يعني مو تخين، بيجي واسع ومن فوق لتحت الاجر نفس الوسع، فهي بتناسب اجمالا مثلا اذا واحد كان بودي بيلدر عنده مثلا اجريه كبار او اذا كان هو مثلا شوي مليان. أوكي. فاجمالا ما بتناسب الشخص اللي بيكون رفيع، بتناسب هيدا التايب من العالم اللي يكون شبي شويتين او معضل شويتين. صحيح. النوع الثاني ننتقل شوي اصغر، ننتقل اكيد البوت كات كان دارج كمان قديما. هلا عملوه شوي مودرن، يمكن شوي بيكون ضيق على شو اسمه على الركبه. أوكي. بس كمان هلا نحن فيك تقول هدول اوت اوف ستايل، يعني صار تقريبا مارق شي 10 سنين العالم ما عم تستخدمون هدول الستايلز. اللي اكثر هلا عم يستخدموا اللي هو اكثر شيء للكل هو الريجولر، اللي هو بسموه كمان غير براندات بسموه يمكن ستريت فيت. صح. ستريت فيت هو كمان واسع من فوق لتحت. هذا يعتبر ستريت فيت اللي انا لابساه اظن صح؟ هيدا خليط. خليط ايش؟ خليط تيبرد من تحت هلا بنوصل لهيدا في لانه قصات اكثر. هلا الستريت فيت هو مثل الاول واحد اللي هو الروس بس بيكون شوي اضيق، يعني الاجر نشوف الصور كمان. الاجر من فوق لتحت بتكون لك شوي اضيق بس بتكون كمان بنفس الوسع. اوكي. وهذه تنفع لاي نوع جسم؟ هيدي مش بس بتناسب يعني للشخص اللي بيكون شوي معبق ومليان او اللي بيكون عنده افخاذ كبار، كمان بتناسب اذا واحد شوي كان اضعف. اوكي. هلا ستايلينج للجينز كثير سهل. حيالله واحد عنده مثلا تي شيرت فيه عليها باترن او هو يليق مع كل شيء. مشان هيك نحن الجينز هو حل لكل يعني ابر بادي، شو ما لابس خلص بنقول اذا استصعبها بلبس جينز من تحت بيلبق معه كل شيء. بالضبط. بننزل شوي اضيق بعد بالستايلز، بنروح مثلا للستايل اللي بنسميه نحن سليم فيت. سليم فيت يمكن من اسمه تنقذ انه هو بس للسليم، which is لا، السليم فيت هو بلش كمان عم بيصير فيه شيبس. اوكي. بلشنا اكثر عم نلاحظ فيه قصات، يعني الانجل للقصه الاجر من فوق لتحت عم بتضيق تحت. اوكي. فهون بلشنا نحكي اكثر سليم فيت، وهيدا اكثر زي الصور بس ما يعتبر سكيني جينز. لا هذا؟ بعد ما قربنا على السكيني، انا اللي لابسه اليوم سليم فيت بس منه سكيني. بكره السكيني باي ذا واي. بس يعني يشبهه ولا لا؟ بيشبهه شوي لا، بس السكيني يعني عم بيكون كثير ضيق. اوكي. سليم فيت عم يعطي اكثر. فاهم عليك، يعني دحين واسع جينز عادي. ايه بس بعد بعد في واسع فيه. اوكي. سليم يعني الانجل تبعي السكيني يكون مره ماسك كانه ليجنز يعني. which is انا كمان ما يعني ما بحبذ ابدا هذا الستايل. فاخر ستايل اللي حكيت عنه انت كمان اللي هو هيدا السكيني بيكون. اوكي. اوف هذا مقصر شباب. هذا السكيني هذا في كثير شباب، في كثير عليك هو حل لكثير شباب يعني. كمان اللي بيكون مثلا قصير القامه وقت يلبس سكيني
بيبرز اكثر طول اجرين. واضح من الصوره ايه؟ اصلا ايش هذا يعني في لا هو بيبرز طول الاجرين يعني في تفاصيل ما نبغى نشوفها صراحه. كمان اللي بيكونوا كثير مثلا بحبوا يتمرنوا وبيكونوا على الجيم مثلا يمكن بيكون عنده اجرين لاجز كثير حلو بده يبرز اجرين اكثر فيمكن يلبس السكيني. بيساعد السكيني كمان اذا واحد كان قصير بيساعده انه يعطيه طول مش لكل الحالات بس يعني انا لما اشوف سكيني جينز احسه للتينيجرز اكثر اللي عمرهم 15 16 ايه انا بكره يعني كمان السكيني جينز ما بحب يعني ابدا بس حتى ما دام موجود في الماركت واذا شفت احد يلبسه هم دائما الصغار يلبسوه نادر ما اشوف واحد كبير يلبس سكيني جينز ونادر ما يطلع حلو عليه اساسا هو اذا بده يعني يلبقوه اذا بده يلبس معه شيء حلو اذا يلبس مع السكيني مثلا تي شيرت تكون طويله يكون فيها ديتيل فيغطي ايه تكون التي شيرت شوي طويله او تكون لوس اكثر يغطي شوي ما تكون كمان التي شيرت كمان سكيني من فوق فممكن بالستايلينج هو يلعبها بطريقه انه ما تكون كثير عم تبرز ضعف الاجرين او التركيز على الليجز طب لو نتكلم على مثلا الاساسيات لو في اساسيات معينه لاختيار الجينز اللي حيطلعني شكلي حلو يعني جسمي شكله حلو مو منه يطلع هلا من الاساسيات اللي فينا نتبعهم انه وقت واحد يروح يعمل شوبينج هلا بده يحط براسه انه يبتعد عن البيج كونتراست بالجينز هذا كان كثير دارج قديما يعني اكثر شيء الماكسيموم مثل اللي انا لابسه مش ما يكون في كثير اكثر مشح الوان مثلا بالجينز كيف يعني ما يعني مثلا مثل يعني هاي هيدا اكد يعني يمكن درجه قديما بس هيدي لازم نبتعد عنها كليا حاليا هيدا اول شغله ثاني شغله لازم نختار شيء يكون فيه شوي ستريتشبل فابريك كثير بيساعد اكيد كمان لازم انه نبتعد وقت مثل ما قلت لك قصه الجينز تكون الديتيل اللي عم تمرق بالصور اذا بدنا ننقي شيء ديتيل فينا ناخذ ديتيل يكون كثير بسيط مثلا اللي بالصوره عم يقطعوا هيدا مثلا ديتيل هدول بيكونوا سبيشل اديشن معمولين بطريقه انه حلو هذا الديتيل يعني نفس الالوان تعول الجينز الغطاء المستخدم من نفس الدرجات مش يكون شيء احمر او فهدول الاشياء لازم نبتعد عنهم حتى يكون يعني الخيار يكون بيرفكت واحس كمان احمد يمكن نقطه مهمه انا دائما لما انزل اشتري جينز في الشتاء غير حق جينز الصيف لانه يكون اتخن شويتين الفابريك وهذا ابدا ما يصلح انه نلبسه في العالم العربي صراحه مو العالم العربي بس خاصه في دبي لانه حر هلا الفابريك للجينز كثير مهم كمان مثل ما قلت مع المواسم وكمان اللي ما بحب ابدا يلبس الجينز عم يعملوا لهم خيارات انه نفس قصه الجينز بتكون عندي واحد هون نفس قصة الجينز هلا انت بتفكر انك لابسه جينز بس هو مش جينز اوكي قطن حلو صراحه مريح سو اللي ما بحب يلبس جينز بنفس الوقت بده يظهر بيه لوك جينز ممكن انه يلاقي حلول ثانيه هذا حل رائع صراحه خاصه انه لون كحلي مرتب صراحه والوان الجينز يعني ممكن يتلبس انه كبدله لو تحط بليزر ممكن بنفس الوقت بس في نفس التفاصيل كانه هو واحد لابس جينز غير اذا واحد وحاول انه يلمس يعرف انه مثلا هذا حيكون قطن شكرا يا احمد يعطيك الف عافيه وان شاء الله نشوفك الاسبوع الجاي بترندز جديده خلينا نروح لسهى بعد طبعا ناخذ نروح من الموضه لموضوع الحيوانات المفترسه كيف نربيها في البيت لكن خلينا طيب نشوف نصائح أول